السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم بحلقة جديدة من سوبر نينو. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي. زي ما اتفقنا، سوبر نينو تدبير توفير سهولة، وكمان سوبر نينو صفحة منوعة لكل ما يخص البيت المصري، من ماسكات، من كريمات، من أكلات، من حلويات، كل حاجة هتلاقيها عندنا في الصفحة. بس ما تنسيش تشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. بصوا يا بنات، النهاردة عاملة لكم ريفيو حلوة قوي 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 عن ماسك تحفة تحفة تحفة، عن تجربة بجد. زي ما اتفقنا مش هنزل اي حاجة الا ما تكون متجربة عشان نجيبها مضمونة وبسعر برضو على قد ايدينا، عشان ما نرميش فلوس في الارض ونجيب حاجات ملهاش اي لازمة تبوظ لنا البشرة بتاعتنا. الماسك بتاع النهاردة او كريم النهاردة ده كريم صنفرة للبشرة. بيعمل ايه الكريم ده؟ الكريم ده يا بنات بيدي، يعني بيخلي البشرة الشحبة ترجع تاني نضرة، بيقضي على الخطوط البيضة اللي في الوش، بيأخر التجاعيد، بيخلي الوش كده يعني ايه تشوفيه تحس ان هو اصغر من السن. كمان الناس اللي هي داخله في مرحله التجاعيد وان وشهم محتاج كولاكيجين، هو الكريم اللي عندي النهارده بالعسل والكولاكيجين حلو قوي قوي قوي. اهو بص شكله، اهو بصوا عامل ازاي. بصوا يا بنات ده كريم صنفرة. كمان تحسي انه ناعم على البشرة، مش خشن كده الصنفرة اللي فيه خشنة كده توجع البشرة، لا بالعكس خالص، ناعم قوي 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 على البشرة. بصوا من جوه كمان شكله عامل ازاي، اهو بصوا منظره حلو حلو يا بنات بجد، حلو قوي قوي قوي. الكريم ده كمان بيعمل ايه يا بنات؟ بيشيل الزيت، الزيوت والدهون، يعني حلو قوي للبشره الدهنيه، وبيشيل الجلد الميت اللي بيتراكم على البشره، وكمان بيسد المسام الواسعه، وكمان بيخلي مظهر البشره بتاعتنا اللي هو الشاحب بيقضي عليه نهائي، بيخليها تسترد الحيويه بتاعتها. ده عايز اقولك ان هو ينفع للوش وينفع للجسم، مش للجسم بس ولا الوش بس، ينفع للاتنين، حلو قوي قوي قوي. وكمان بيعمل حاجة مهمة قوي اللي هو بيقاوم اثار تقدم البشرة، يعني بيقاوم اثار تقدم السن، اللي هو لو بشرتك بدأت بقى تخش في التجاعيد وكده بيقاوم الموضوع ده، وبيديكي مظهر حلو قوي 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 يا بنات. وكمان بيخلي وشك كده ناعم، تحس ان ملمس الوش بتاعك ناعم، وكمان بيخلي الوش بتاعك مع الاستعمال نحس ان هو ما فيهوش اي اثار، مطرح حبوب، مطرح رؤوس سودا. لو وشك برضو لونه مش متوحد كده بيوحده، بيفتح معاكي، بيخلي الوش تحفة بجد يا بنات. ليه؟ عشان هو فيه كمان كولاكيجين وعسل، ده من احلى الانواع بتاعته اللي هو صنفرة الكولاجين بالعسل. تحسي اما تيجي تدهنيه على وشك، اما تيجي تستخدميه، ان هو عامل زي الكريم، مش زي الماسكات الخشنه دي اللي بنستخدمها اللي هي الصنفره، لا صنفره بس على كريم كده تحسي بنعومه، يعني ما يوجعكيش. طيب بستخدمه ازاي يا نينو؟ بغسل وشي كويس قوي، بعد كده بسيبه مندي كده، وابدا ان انا ادهن من الكريم الصنفره بتاعي في حركات دائريه بطرف صوابعي كده، حاجات بسيطه كده، ان انا ما اضغطش قوي، ان انا اعمله بحركات دائريه. لو عندي جهاز التنظيف ببدا ان انا افرده بيه عشان يتشرب، واسيبه على وشي لحد اما وشي كده الاقيه، هلاقيه انا بينشف على وشي، احس ان هو وشي اتشربه كده. ببدا بعد كده اروح اشطفاه بميه دافيه، ولو بعد كده ادهن مرطب او اعمل موارد اي حاجه عندك، يعني ممكن تسالني عن الخطوه دي خالص، بس انا بفضل بعد اي صنفره او اي ماسك لازم ان انا احط اي مرطب. برضو هنزل لكم ريفيو عن مرطب حلو قوي قوي، برضو تحفه بجد، وهيمشي مع جميع البشرات. الصنفره دي كمان حلوه قوي قوي للبشره المختلطه والبشره الدهنيه، وتمشي مع جميع البشرات حتى الحساسة، ما فيش اي قلق منها لانها طرية قوي قوي على البشرة. واحلى حاجة ان هو بيقضي على دهون البشرة كمان، بالنسبة للبشرة المختلطة والدهنية بيشيل كمان الدهون نهائي من البشرة، بيخلي البشرة كده ما فيهاش اي دهون ولا زيوت. كريم الصنفرة بتاعي اسمه بنبونة، اللي عارفين منتجات بنبون عارفين ان هي حلوه قوي ومضمونه 100% ومفيش اي قلق منها، وان انت بتجيبي حاجه 100% تحفه. ده عامل 15 جنيه الكريم ده، وفي ناس بتبيعه ب 20 جنيه على حسب المكان اللي بتشتريه منه. هتلاقيه عند مستحضرات التجميل، قولي له عايزه كريم بنبونه، اهو شكله، اهو ممكن تاخديه صوره كده،
تاخدي له الصوره لو حابه تجيبيه سكرين اهو، تاخديها معاكي وتوري له الشكل بتاعه، مع ان هو مشهور جدا في محلات الميك اب لانه حلو قوي 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 وعن تجربه. يا ريت اللي جربه يسيب لنا التجربه بتاعته تحت عشان غيره يستفاد منها، ويا ريت اللي لسه هيجربه وهيجربه وبعد ما يجربه يقول لنا رايه ايه. ده كان الفيديو بتاع النهارده، ريفيو عن كريم الصنفره. انا انصح اللي حابب يشتري كريم صنفره واول مره يا ريت يشتري، ده حلو جدا جدا جدا، وانصح بيه اي حد وجميع البشرات. ده كان فيديو النهاردة، واستنوني في فيديو جديد.